الجبهه الداخليه اللي طول ما هي ايد واحده وطول ما هي متضامنه مع بعضها البعض وطول ما هي واقفه في نفس ذات المربع الوطني حتى وان حملت بالنقد ما فيهاش اي ازمه على الاطلاق، لكن نفس ذات المربع الوطني، نفس هذه المساحه المشتركه، ثق ان الجبهه الخارجيه بمنتهى القوه. طيب تعال نروح بقى للموضوع اللي كنت بقول لك عليه، موضوع مدني بحت، موضوع التربيه والتعليم. وزاره التربيه والتعليم بدأت تتعاقد مع المعلمين الجدد بالمديريات والإدارات المختلفة، ومعانا على التليفون الأستاذ محمد الشرقاوي الصحفي المتخصص في التعليم ومساعد رئيس تحرير وزير اليوسف. أهلا أهلا أهلا، تحياتي للصديق العزيز. تحياتنا ليك أستاذ محمد، تحياتي للمشاهدينك الكرام. إيه قصة التعاقدات الجديدة؟ قول لنا وفرحنا. طب ما تخليني عشان أنا شايف علامات النصر الأول على وشك والفرحة على وشك من بعد الحلقة عن التعليم المصري. أيوه. وعليه أيضا لابد أن نثمن جهود القيادة السياسية في محاولة سد الحد في أهم مكان للتعليم في مصر، وهي المدارس التي لا يجب أبدا أن يكون التعليم المصري عاجز عن أهم مهامه التدريسية، لأن لو في عجز في التعليم، اسمع من هذه الجملة، هيكون عندي جيل عاجز عن المعرفة والتعلم وناقص التأهيل في أهم مكان هو الأهم في التعليم والتدريب والمعرفة والثقافة والتأهيل وبناء الإنسان، وهي المدرسة المصرية. وعليه قرر رئيس الجمهورية لما عرف أن في عجز في أعداد المعلمين يتجاوز 250 ومعلم ما بين معلمين وإداريين وأمن، قرر على الفور تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات. البشرى السارة الأولى إن وزير التربية والتعليم يوم الخميس المنصرم وقع بالأكلاشيه على الموافقة على تعيين الأسماء اللي اجتازوا جميع الاختبارات في الدفعة الأولى من 30 ألف معلم. هيستلموا العمل خلال الأيام القليلة الماضية، وكان بيني وبين وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي منذ دقائق مكالمة مطولة عن هذا الحدث الجلل في مجال التعليم. احنا بنتكلم على تعيين 150 ألف معلم طبعاً. لم تحدث في تاريخ وزارة التربية والتعليم على مدار عقود سابقة كبيرة، وبالتالي اللي تم يعني اختيارهم وتعيينهم ووافق على تعيينهم خلال ايام قليله هيتم تعيينه ويستلم عمله، وهيرسل للمديريات التعليميه خلال ال 48 ساعه القادمه الكشوف النهائيه بالطلبه او بالمعلمين اللي تم تعيينهم، وعليها المديريه هتتواصل مع باقي المعلمين عشان يقدموا مصروغات التعيين. على بعض الحالات لما تعلن الكشوف النهائيه هترى انها سقطت، زي مثلا الحوامل اللي كان المفروض يأدوا تدريبات في الاكاديميه العسكريه ونظرا للحاله الصحيه طبعا ما قدروش يكملوا، وبالتالي مش هيعلنوا ان عندهم في الكشوف هناك. ولم اكن يعني حتى الان الاكاديميه وزاره التربيه والتعليم في الأكاديمية العسكرية لعمل أو فتح باب الالتماسات، وأن يكون التقدم للالتماس من خلال المديرية اللي هترسل هذه الالتماسات إلى الوزارة ثم الأكاديمية العسكرية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المعلمين الذين تقدموا بهذا الالتماس. يا مسهل هيتحركت يعني القطر اتحرك أهو زي ما بيتقال. إيه؟ القطر كده اتحرك. القطر طبعا اتحرك. عندي بقى كمان 30 ألف معلم. أيوه. تم اختبارهم خلال الفترة الماضية أو قدموا أوراقهم خلال الفترة الماضية من شهر فبراير المنصرم أيضا. أعلنت الكشوف النهائية للنهائية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمحافظتي القاهرة والجيزة، وعليها يتم خلال العشر أيام القادمة إعلان باقي الأسماء والمحافظات الأخرى. وعليه أيضا فتحت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح التظلمات للمعلمين المرشحين اللي دخلوا ودخلوا الاختبارات إنهم يكونوا في هذه الكتب، تفتح لهم باب التظلم
في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. طب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة دوره إيه؟ ما فيش تعيين في وزارة التربية والتعليم إلا من خلال التقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللي بيجري اختبارات في وزارة التربية والتعليم. طب بيختبرهم في إيه؟ تخصص أكاديمي وتربوي، ثقافة عامة، السمات الشخصية، المكون اللغوي، المهارات التكنولوجية. اللي هيجتاز دول هيطلع لمرحلة أعلى، يروح يتم تدريبه بس وصحيا ونفسيا الخط بيقطع جامد يا استاذ محمد، هعاود الاتصال بيك مره ثانيه، بس اشكرك جدا يعني على تفضلك بشرح ما حدث اليوم، وزي ما كنا بنتكلم كده في انه يعني القطار اتحرك وبدات بالفعل الدفعات الاولى من ال 150 الف معلم بانه باذن الله يبداوا يتسلموا دفعه اولى كده تبدا تتسلم خلال ال 48 ساعه القادمه او خلال الايام القليله القادمه. ونبأ ايضا جيد وسار جدا 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 للمعلمين المصريين والعمليه التعليميه بشكل عام، لانه في النهايه خلص العمليه التعليميه انا بظنها دايما ان هي فيها ثلاث زوايا، زاويه اساسيه الا وهي المعلم، زاويه اساسيه طبعا هي المناهج الدراسيه، زاويه اخرى هي الطالب. استقامت الثلاث زوايا او نجحت الثلاث زوايا في انه تسير على الاتجاه السليم العمليه التعليميه تجدها سليمه جدا باذن الله. كل الشكر استاذ محمد الشرقاوي الصحفي المتخصص في التعليم ومساعد رئيس تحرير روزا اليوسف.